السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اخوكم شوتر علي، واليوم عندي لكم جلتش البوليس اكاديمي من جديد. رد صار فيها جلتش بعد الابديت اللي هو حق الانكرجن. طبعا خليه على الهارد تدخل الميشن، بس راح تحتاج الى نفس الشيء الشيلد، لكن تفضل تستخدم شيلد صغير اي واحد منهم يعني، بس اهم شيء ما يكون اكستنشن يعني العكس الموضوع الحين. تروح للباب كالمعتاد نفس الجلتش اللي قبلي بالضبط، بس هني يتغير الوضع شوي. راح تحتاج ان مباشره من توصل عند الباب تضرب دبل على الابيليتي وتشغلها. شوف انا اول شيء هني ما قدرت اشغلها لان تاخرت في ضرب اللايك، من اوصل تضربها اكو الحين دخل مباشره من توصل عند الباب تصير تضربها. طبعا نفس الموضوع، راح تروح تشغل الايكو، ترجع تشغل الكيبورد من توصل عند الباب. اذا تبي تطلع من توصل عند الباب نفس الموضوع بالضبط، من قريب توصل عند الباب طلع الشيلد وراح يطلعك برا. هذا هو الجلتش، والسلام عليكم. First wave agents near you, but they're not responding to my hails. I don't like it. Confirmed. Upload complete. What you found is good. To see agents turning on each other, abandoning the mission, it never should have gone down like that.